أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى فقرة أخبار البيئة، والتي تحضر معنا سهام بن مزيان دائما ككل يوم اثنين لتقدم أهم الأخبار حول البيئة. سهام، صباح الخير وأهلا بك معنا. أسعد الله صباحك بكل خير سوزان، أهلا بك. أهلا. إذن البداية سهام كما تعودنا دائما حول التقرير، واليوم حول اختيار بحيرة كراوفورد الكندية كمرجع لبداية حقبة الأنثروبوسين. أكيد سوسن، فلا يزال الجدل قائما حول دور البشر في التأثير على نوع السجل الأحفوري في العصر الجيولوجي البشري الجديد الذي يطلق عليه الأنثروبوسين. ولحسم الجدل، اختار الباحثون بحيرة كراوفورد الكندية لتكون المرجع العالمي لدراسة هذه الحقبة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تعكف مجموعة من علماء الجيولوجيا منذ 2009 على جمع أدلة عن انتقال البشرية إلى عصر جيولوجي جديد ناجم عن التأثير البشري. الباحثون أعلنوا اختيار بحيرة كراوفورد الواقعة قرب تورونتو في كندا لتكون المرجع العالمي لبداية حقبة الأنثروبوسين، أي العصر الجيولوجي الجديد الذي بدأ عنده التأثير البشري الهائل على الكوكب، حيث رأوا أن التسربات في قعر هذه البحيرة الصغيرة البالغة مساحتها نحو كيلومتر مربع واحد أبرز مثال على آثار النشاط البشري على الكوكب. العلماء قالوا إن الترسبات تتراوح من اللدائن الدقيقة ميكروبلاستيك إلى الملوثات الكيميائية الأبدية، مروراً بالأنواع الغازية والغازات الدفيئة، وكذا الرماد الناتج عن احتراق النفط والفحم الحجري، إضافة إلى بقايا الانفجارات النووية. المهمة تهدف إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية، أولها استكشاف إمكانية اجتياز البشرية الحدود الجيولوجية لكوكب الأرض، وهو ما أكده العلماء. أما التساؤل الثاني فيتعلق بتوقيت حدوث هذا التغيير، حيث قالوا إن نقطة التحول كانت منتصف القرن العشرين، عندما شهدت جميع مؤشرات وجود تأثير البشري في الرواسب ارتفاعا هائلا أطلق عليه العلماء اسم التسارع العظيم. أما السؤال الثالث الذي بقي دون جواب فهو تحديد المكان الرمزي حيث يكون هذا التحول أكثر وضوحا. إذن بالفعل سوسن، كما ورد في التقرير، قد يبدو هذا المصطلح جديدا أو مبهما لدى البعض، الأنثروبوسين أو ما يطلق عليه العصر البشري، وهو العصر الذي كان فيه التأثير البشري هائلا وكبيرا على الكرة الأرضية وخاصة على باطنها الجيولوجي، ما بدأ أو ساهم في بداية حقبة زمنية جديدة أو عصر جيولوجي جديد. العصر هذا موجود بالفعل أو بدأ بالفعل، لكن العلماء من خلال اختيار بحيرة كراوفورد الكندية يحاولون الإجابة على أسئلة مهمة، وهي التاريخ الفعلي لبداية هذه الحقبة الزمنية، وأيضا ما هي المناطق عبر العالم التي شهدت التأثير الأكبر مقارنة بالمناطق الأخرى. نعم. التي كانت أقل تأثيرا بالفعل. نعم، إذن تقنية جديدة لخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاع الشحن البحري. نعم، فقد طورت شركة فرنسية تقنية جديدة تساعد سفن الشحن على تقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20%. التقنية التي سميت سيوينغ تطبق مبدأ استخدام طاقة الرياح للدفع طائرة ورقية عملاقة تحلق على ارتفاع 300 متر فوق الماء لتزود السفن المرتبطة بها بالطاقة، وهي تشبه إلى حد كبير طائرة الشراعية، ويتم إطلاقها عبر سارية قابلة للطي. أما التحكم فيها فيكون عن طريق برنامج الطيار الآلي الموصول بالسفينة، والذي يعمل من صندوق أسفل الطائرة الورقية. التقنية انتقدت من قبل المحاضر في تصميم الهندسة الميكانيكية والبحرية في جامعة بليموث في المملكة المتحدة ريتشارد بيمرتون، الذي قال إن هناك مشكلة في هذه التقنية تكمن في عدم ثبات سرعة واتجاهة الرياح. الفكرة تم التوصل إليها سنة 2016، ويتم اختبارها حاليا على سفن شحن مسافرة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. طيب سهام، ما مدى مساهمة هذه التقنيات في تقليل الانبعاثات في قطاع الشحن البحري؟ التقديرات سوسن تشير إلى أن الانبعاثات التي تنتج عن قطاع الشحن البحري تشكل نسبة 20% حاليا، لذلك يجب تقليل هذه النسبة بحلول 2050، وأيضا خاصة بحلول 2030 نظرا لتغيرات المناخ التي نشهدها التي ناتجة عن الانبعاثات المتزايدة يوما بعد يوم.
بسبب عدة قطاعات بالطبع، لكن قطاع الشحن أيضا أو قطاع النقل ككل يساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات. قطاع الشحن البحري من خلال هذه التقنية سيستفيد من تقليل هذه الانبعاثات. هناك بعض الدول لجأت إلى استخدام الهيدروجين الأخضر لتخفيف الوقود الأحفوري، لكن هكذا التقنية تساهم في التخفيف بشكل كبير، خاصة وأن طاقة الرياح متواجدة وبقوة في البحار. نعم، دعوة لزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة للدول النامية. نعم سوسن، فقد دعت منظمة الأمم المتحدة للاستثمار بكثافة في الطاقة النظيفة في الدول النامية، قائلة إنه بخلاف ذلك سيكون الأمل ضئيلا في تحقيق أي أهداف مناخية بحلول العام 2030. وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات في الطاقة المتجددة بنحو تريليوني دولار سنويا، في حين أنها جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة النظيفة بنحو 600 مليار دولار خلال 2022. الأمين العام للأمم المتحدة قال إنه لا يمكن تلبية حاجة الدول من الطاقة دون استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة في البلدان النامية، مؤكدا أنه منذ سنة 2015 لم تسجل 31 دولة نامية بما فيها البلدان الأقل نموا حتى الآن أي مشروع استثمار دولي كبير في مصادر الطاقة المتجددة أو غيرها من قطاعات التحول في مجالة الطاقة. طيب، هل هناك فعلا تباين في نمو الطاقات المتجددة بين الدول النامية والدول الغنية؟ نعم بالفعل هناك تباين كبير وأيضا فجوة كبيرة بين الدول الغنية والدول النامية في مجال التحول نحو الطاقات المتجددة، لأنها تحتاج إلى أموال باهظة وكذلك تحتاج إلى تقنيات جد متطورة. لكن المشكلة هي أن الدول المتقدمة لا تستطيع لحد الآن تقديم هذه التكنولوجيا للدول النامية بسبب تعنتها وعدم التزامها بما تعاقد عليه في الاتفاقيات المعنية بتغير المناخ. لذلك إذا أردنا بالفعل تحول نحو الطاقات المتجددة وتحول شامل نحو الطاقات النظيفة لتحقيق الحياة الكربونية، يجب أن يكون هناك تكاتف بين جميع الدول لتحقيق ذلك. نعم، نحو إطلاق خطة عالمية لإعادة تدوير بطاقات الائتمان. نعم، فقد أطلقت شركة المدفوعات ماستركارد مشروعا عالميا لإعادة تدوير بطاقة الائتمان بالشراكة مع البنك البريطاني HSBC Holdings في إطار خطة لإنقاذ مليارات البطاقات المتداولة بقطاع من مكبات النفايات. القائمون على المشروع دعوا أصحاب المبادرة المحلية للانضمام إلى البرنامج والمساعدة في خفض التكاليف، كما دعوا جميع مصدري البطاقات حول العالم للمشاركة بغض النظر عن المنطقة التي يعملون بها، مؤكدين أنهم سيضمنون إعادة تدوير البطاقات وعملائهم من خلال توفير ماكينة إتلاف كل منها قادر على استيعاب 10,000 بطاقة، أي ما يعادل 50 كيلوغراما من البلاستيك. المشروع سيمر بمرحلة تجريبية مدتها 6 أشهر، أما الخطة المالية للمشروع فلم يتم الكشف عنها بعد. هل من الممكن فعلا أن تشكل بطاقات الائتمان خطرا فعليا على البيئة؟ في الحقيقة سوسن، المشكلة هي أن النفايات البلاستيكية وصلت أو بلغت مستويات خطيرة أثرت على كل الكائنات الحية، على البشر، على الحشرات، وحتى على الكائنات الحية. قد يرى البعض أو يظن البعض أن بطاقات الائتمان بحجمها الصغير لن تشكل مشكلة، لكن مع مرور الوقت وبتراكمها سيزيد هذا الوضع سوءا ويزيد عبئا جديدا على البيئة ويفاقم من مشكلة النفايات البلاستيكية. لذلك هذه الخطة في وقتها لحل هذه المشكلة قبل وقوعها. حتى البرلمان الأوروبي كذلك أخيرا يعطي الضوء لمشروع إصلاح نظام البيئي. حتى ولو كان متأخرا فقد أعطى البرلمان الأوروبي موافقة مبدئية على مشروع قانون بشأن إصلاح الأنظمة البيئية، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي طرحته بروكسل. التشريع يفرض على الدول أهدافا ملزمة لترميم المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستغلال المكثف من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال. وسيفرض النص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على الدول 27 تقديم تدابير تساهم في إصلاح الأنظمة البيئية تغطي 20% من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، لتشمل كل المناطق التي
تتطلب ذلك بحلول عام 2050. هذا وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من الموائل الطبيعية داخل الاتحاد الأوروبي غير محمية، وما يصل إلى 70% من التربة أصبح في وضع سيء جدا. إذن وأخيرا تم تقديم مشروع لإصلاح النظام البيئي في أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي. في الحقيقة سوسن، حاليا الدول الأوروبية تعاني من التداعيات الخطيرة للتغير المناخي والتدهور البيئي بالخصوص. هذا المشروع وإن أتى متأخرا لأن ما دفعه إلى الظهور من جديد إلى الواجهة هو التغير المناخي الذي تجلى بشكل واضح خلال السنتين الأخيرتين، ما شهدته أوروبا من جفاف للأنهار وأيضا للبحيرات، من حالات جفاف مفاجئة، أيضا من ارتفاع قياسي وغير مسبوق في درجة الحرارة. الأنهار الجليدية أيضا شهدت ذوبا كتلها الجليدية بشكل كبير، هناك نقص 70% من تساقط الأمطار وأيضا تساقط الثلوج. لذلك هذا المشروع كما يقول المراقبون هو متأخر جدا، لكن تحاول الدول الأوروبية إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تطبيق تدابير صارمة للحد من الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية وأيضا في التأثير على البيئة بشكل سيء. نعم، شكرا جزيلا لك سهام على هذه الجولة في أخبار البيئة. شكرا لك سوسن. شكرا لكم أنتم مشاهدين على وفائكم. إلى هنا نصل بكم إلى ختام الفقرة البيئية، باقي فقراتنا مستمرة معكم.